Mais on vient de vivre un moment. لقد عشنا لحظات تاريخية إذ أننا استمعنا لصوت الحكمة في وقت أصبحت فيه الحكمة عملة نادرة. فيما يخص كل القضايا الثنائية وكما يعلم الجميع علاقات التعاون بين الجزائر والكونغو علاقة عريقة تعود إلى سنة 1964 ولقد عرفت زخما كبيرا بعودة الرئيس دينيس ساسون غيسو إلى سدة الحكم. هناك توافق تام للرؤى بين الرئيسين الجزائري والكونغولي. وفيما يخص التعاون البرلماني لقد هنأنا السيد الرئيس لتوصلنا إلى توقيع اتفاقية إطار، كما أعرب عن تمنيه بأن يتطور التعاون بين الغرفتين البرلمانيتين إلى أقصى درجة وفي أقرب الآجال. الرئيس ساسون غيسو يترقب انعقاد اللجنة المشتركة لإعادة بعث بعض الملفات، ويتأسف لكون الاتفاقيات المبرمة سنة 2017 خلال زيارته للجزائر لم تترجم على أرض الواقع. ونحن في انتظار انعقاد اللجنة المشتركة لإعادة بحث هذه الاتفاقيات. نحن جد سعداء ومسرورون وفي منتهى الغبطة للقائنا بشخصية فذة كشخصية السيد الرئيس.